معي عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم النهام، مراسل صحيفة البيان الإماراتية في مملكة البحرين. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم. جلالة الملك المفدى وأيضا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات. في هذه المرحلة من تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، كيف يمكن وصف ما يجمع البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات تاريخية متميزة، وأيضا أهمية الحرص على مواصلة تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة؟ مساء الخير أخي الكريم وشكرا على الدعوة. طبعا العلاقات البحرينية الإماراتية تتخدى العلاقات الطبيعية. نحن نتحدث عن صلاة دم ووشائج قربة وأخولية. اليوم سمو الشيخ محمد بن زايد هو خير خلف، ونحن نتحدث عن مرحلة بناء الدولة الإماراتية الجديدة التي بدأت منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي أسس منظومة استثنائية في الإمارات غير مسبوقة على مستوى دول المنطقة وعلى مستوى العالم، تقوم أولا على عدالة توزيع الثروات، على تمكين المواطن الإماراتي، وعلى الانفتاح على الآخر وفتح الأبواب الدولة الإماراتية لجميع المواطنين من شتى بقاع الأرض. اليوم الإمارات هي تعتبر بوابة للعالم في الثقافة وفي التجارة وفي العمل. اليوم الإمارات أصبحت نموذج استثنائي في بناء الدولة الزاهية، الدولة العصرية، الدولة المتقدمة التي تتخطى الحدود الوطنية لتصل إلى أبعد مكان في الأرض. اليوم البصمات الإماراتية موجودة خلال كريم حتى في الفضاء. الإماراتيون يسطروا قصص نجاح لأن هناك قيادات حكيمة تهتم بالدولة وتهتم في شأن المواطن وتهتم في رفعته. نحن في البحرين حزننا بشكل كبير على وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه، لأن هذا الرجل الذي كان ملازما لأبيه منذ البدايات الأولى وكان ملازما لمجال أبيه، والذي تعلم من أبيه وأسس وكان خير من يحمل رسالة زايد الخير داخل العمق الإماراتي وأيضا في خارجه. لكننا اليوم نتحدث كذلك عن مرحلة جديدة يقودها شقيقة وعضيدة سمو الشيخ محمد بن زايد حفظ الله ورعاه، والذي كان دائما حاضرا في كل القضايا العربية وفي كل القضايا الإسلامية، ويضع البحرين دائما في مكانة خاصة، ويضع شعب البحرين أيضا في مكانة خاصة، وهو إحساس نتبادل معهم نحن كذلك بحرينيون. إبراهيم النهام، مراسل صحيفة البيان الإماراتية في البحرين، شكرا جزيلا لك.